نخرج عند المغاربه ونطلب منهم شي مره انهم يعاونوني، ولا راني كاين واحد كشي بائس منكم من البؤساء يهددني، ونخرج نقول المغاربه كيهددني ولا داكشي، لان الامر بيد الله واللي بجدكم ديروه. اسمحوا لي على هاد المصطلحات اللي ضربت. ما تقولش شي حاجه من عندي، ما تقولش شي حاجه سمعتها في القهوه، شي حاجه اللي خرجت من الراي العام وكنقص جوابها باش نرد. لكن بلاتي السي اللي موري راك زربتي وعطيت بيرمي دابيتي كل خروقات، لان هذا هو اللي عنده الامر ديال التعلق بالشذوذ الجنسي، انه كيوظف الناس وكيسرق. كتاخذ 150 مليون و200 مليون في الشهر على موضوع ديال واحد السيرفيس ما كتقدم. نرجعوا للصوره، ملي هذا تعتقل بادر هذا بانه هذا يتخلص عليه الشيك، حطوا فيه على الفلوس ديال الشيك وخلاو السبيل ديالو، يعني هذا السيد مولوطيل تخلص. هنا غتبدا القصه، غيطلق العينه ديالو هذا في الفيسبوك، في الصفحات الفيسبوكيه الا على هاد الوثيقه، حيت عاد طلبتها خلصت عليها باش توصلني، عندها تعلق بهاد الوثيقه هذه. هذا اشرف بالمد، ما عرفت منين كيطيح على هاد الوثائق وكيحلف انه يفضح الفاسدين، كيستحق منكم تشجعوه كاملين. تحياتي الاشرف. وما قلتي والو، قلتي لي الوثائق كيحركهم اشرف، انا ما كنحركهمش، انا دوزت كل وثيقه دابا بسميتها جاوبهم غدا. اشرف بالمد انت واضح، باش يكون معك واضح انك جبت السميه، ان الفيديو كلشي شاهد. والله ما شفت الفيديو اللي حصلت لك صاحبي العمده. برافو، قلتي لهم لا راه اشرف كيحرك الوراق بزاف، ما عرفتش عنده سبعه القطارات، 150 مليون 200 مليون راه شهريا. راني مغربي يا شريف، نهضر على اي بلاصه بغيت. مشابه قناه علم تي في، مرحبا بكم في حلقه اخرى. كيف ما شوف المقدمه غادي نرجعوا لمدينه طنجه، لان الجمعه كانت الدوره وطراو مستجدات اللي كان فيهم تداول الاسم ديالي باسم اشرف بالمدن، وهضروا بزاف ديال الناس اللي كانوا طالبوه بعض انهم يعطيوا الحقيقه، وهذا الشيء اللي خلى السيد العمده والله اعلم لحد الان انه كترجع انه غيدير ندوه صحفيه غدا ان شاء الله مع الرابعه ونصف مساء او الرابعه مساء اللي غادي يجاوب فيها. ما عرفتش واش غيجاوب بناء على الضغوطات اللي تعرض لها من طرف بعض النواب انه يجاوب على بعض الحقائق، ولكن انا بدوري ما اتهمتوش غير سولته. اليوم كاينين وثائق جداد مستندات جداد اللي خاطر عليهم فلوسي، وباش نجاوب واحد السيد اللي غادي تشوفوا الفيديو ديالو، ولكن ما يغركمش هذا الشيء اللي غادي تشوفوه. شوفوا الفيديو ورجعوا لي. كيف ما تشوف الفيديو، السيد هذا كانت على ما اعتقد ملي شفت الفيديو انا ما كنعرفوش، ولكن اللي سمعت عليه هو واحد الكائن انتخابي كل مره في حزب معين الله يسهل عليه، ولكن باش تقدر تبان على ظهر اشرف بالمدن ولا على ظهر شي حد اخر باش تقرب للعمده، ماشي بهذه الطريقه الشريف. ملي شفتو كيغوتو داك الشيء كانت صحابي تهضر على الساكنه وكيهضر على الاشياء الاخرى، ولكن المشكل اللي عنده هو انه سالنا العمده ديال طنجه حيت سولناه فين كتمشي الفلوس وفين كتمشي الاموال ديال 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 الساكنه. كذلك شفت واحد السيد اخر من التجمع الوطني للاحرار، وهذا جميل انني نشوف واحد من المكونات ديال الاغلبيه كيهضر بذاك الاسلوب وكيبحث كيطلب غير السيد العمده انه يعطيه حقائق. اليوم هما وثائق جداد السيد العمده، نبغيك داير غدا ندوه صحفيه جاوب طنجاويين عليهم. انا هنا راه غنطرح عليك اسئله بحكم ان هاد الوثائق هادو باش نجاوب هذاك الكائن الانتخابي اللي على ما اعتقد انه كان حاول الانتحار مؤخرا ملي كان العمده فؤاد العماري، ونعطي الاسم ديالو العمده السابق. اليوم بغيت غير نقول لك هاد الوثائق راه كنخسر عليهم فلوسي، مثلا هاد الوثيقه اللي كتشوف دابا عاد دابا خسرت فلوس باش نجيبها باش ندفع نطلب الملكيه ديالها. كيفاش كتجيني المعلومه ولا كيفاش كنبحث فيها؟ نتحداك هذه عامين ونتحداكم كاملين هذه عامين، يخرج شي واحد يقول لك اشرف تعرض طلب من شي واحد شي حاجه ماديه باش يهضر على شي موضوع او ابتز شي واحد، هذا الشيء خويه من بالك وما غاديش نطلب منك تخويه من بالك، لانك كنقول لك يلاه سير بحث انت وقلب على المعلومه كيفاش توصلك. الطنجاويين بغاو يعرفوا شنو واقع عندهم، والمغاربه بغاو يعرفوا شنو واقع عندهم، وهذا هو الدور ديالي انا كنمشي نبحث في المعلومه واخا نخسر عليها فلوس، المهم نجيبها للطنجاويين ونجيبها للساكنه ديال كل جماعه في المغرب. يعني ديك الهضره ديال انه كيوصلوه ولا كتوصل جمو فوم معلومه خديتها انا باش نبرر لك يلاه، ونتمنى انك تكون عندك غير على الساكنه ماشي غير على الاخر. ما غاديش نطول بزاف مع هاد الكائنات الانتخابيه حتى غنرجع لهم من بعد باش نهضروا عليهم واحد بواحد، لهذو اللي كيستعطفوكم وكيجيبوا الاصوات على ظهركم في واحد الوقيته اللي كيبكيو وكيخرجوا عروقهم باش يتقربوا لاصحاب المسؤوليه باش يحطوهم في الاحزاب المعينه، مع العلم انني تواصلت مع ناس مسؤوله في الحزب اللي هو كينتمي ليه ما كيعرفوهش حتى المعرفه. نرجعوا نقطه بنقطه ووثيقه بوثيقه باش ما تقولوش اشرف، هو اشرف جايب لك وثائق جداد اللي كما قلت لك دافع فيهم فلوسي باش ناخذهم، جاوبني عليهم.
كيف مطلب منك شخص من التجمع الوطني الأحرار اللي ندوزو شي مقطع من الفيديو ديالو نشوفو شي مقطع من 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 الشخص اللي كيطالبك باش نرجع نطالبك انا بوثائق جداد وحقائق جداد تعطيهم لينا. اشرف المدن كان واضح باش يكون معك واضح حتى نجبدو السميه ان الفيديو كلشي شاف ما يمكنش نجيو اليوم ونقولوا واحد الهضره اللي ما كنقولش شي حاجه من عندي ما كنقولش شي حاجه سمعتها في القهوه شي حاجه اللي خرجت من الراي العام وكنخص جوابها باش نردو على الراي العام لان الصوره ديالنا كامله مخدوشه. كيف ما شفتي السيد راه كان يطالبك بانك تجاوب على مجموعه ديال الاشياء اللي جات في الفيديو عندنا وانا اليوم فرحان انك غتخرج من دوه صحفيه غير هو غادي نعطيك مسددات جديده جاوب الناس ديال الجامعه والساكنه ديال طنجه عليهم. ها هي غدا بعد الفيديو ديالك ان شاء الله ولا ضاري يوم الاربعاء راه غادي ندير فيديو على هذه الوثيقه حيت عاد طلبتها خلصت عليها باش توصلني عندها تعلق بهذه الوثيقه هذه بيرمي دابيتي عطيه بكثره السرعه اللي عطيه بها راه خطيره نوعا ما وغادي نقول لكم المغاربه راه تم الاعتراف ديال هاد السيد هذا. سمعوا ملي سولوه قالوا لي علاش عطيتي بيرمي دابيتي متوقف من 2010 اش قال؟ سمع شنو قال. الرخص السكن ديالها يفوق بكثير من السنه الماضيه. علاش؟ اتخذنا على حسب التوصيات ديال وزاره التعمير والاسكان تبسيط المساطر تبسيط المساطر وحل مشاكل عالقه. مزيان سيد العمده برافو. برافو انا كنطلب من الناس ديال الطنجاويين كاع المنعشين العقاريين اللي عنده شي خروقات يمشي يبني بالخروقات سيد العمده راه غيسهل لكم الامور حيت ما غيبغيش يخليكم واخا ديروا الخروقات ديك الارض ولا ديك العماره مبنيه وغتبقى مسدوده غير سيروا ديروا الخروقات اول حاجه هذا خصو على الاقل العزل بعد هذا عند السيد الوالي ما عرفتش شنو 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 على الاستفسار ما كاينش باقي كنتسنى اليومين هذا وكنسول الناس في الولايه انهم يعطيونا الاستفسار واش السيد الوالي صيفط الاستفسار ولا لا ولكن شفت مسجدات اخرى اللي هنا غادي نهضروا بواقعيه انا راه ما 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 انا غنسول لا السيد الوالي لا السيد المقدسات في البلاد واضحين واي واحد تيدير خروقات غنطرحوا عليه اسئله كيف ما كان النوع ديالو الله الوطن الملك باش ما يبقى يحمقنا واحد يقول لك لا واصراف رد البال ما رد البال ما رد البال من حد خروقات تنطرح اسئله انا ما كنتهم حتى شي واحد هذا السيد هذا عاطي ترخيص بيرمي دابيتي من 2010 انا ما غاديش نقول لك واش تخلصتي لي تيمبي هذه الاولى من 2010 لدابا غتقول لي لا راه كانت عنده الاعفاء المؤقت الاعفاء المؤقت اللي كان كيتعطى 3 سنين وملي كتفوت 3 سنين كيوليو لي بيناليتي عليك وخصك ترجع ل 2010 تخلص من عنده لي تيمبي واش لي تيمبي كنتي كتستخلصو من هاد السيد لمدة من 2010 حتى 2024 قلت يا السيد ما بغيتيش تعرق الامور عطيتيه داك 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 البيرمي دابيتي ديالو او الرخصه ديال السكن ديالو ولكن بلاتي السي اللي موري راك زربتي وعطي بيرمي دابيتي كل خروقات لان هنا ملي كتقول لي ان في هاد الارتيكل هذا كتعطى ان ريزيدونس اسماعيليه صار الاي راه نورمالمون في القانون راك عطيتي الرخصه لواحد الشخص ماشي ديالو ما تسنيتيش تطلب الملكيه كما طلبتها انا وانا غادي نطلبها لكم وغنقرر لكم سي العمده راك اوتوريزيتي واحد المساله غير قانونيه اللي دي غير صفه بغيتي تزرب واقيلا باش ما تخليش العماره خاويه وبغيتي تسهل الامور ولكن راك زربتي انا دفعت الملكيه باش نجيبها وانا غنجيبها وغنوريها لكم المغاربه باش تعرفوا ان هذا السيد هذا ما بغاش يسهل الامور وكاينه النيه ديالو خصك تجاوبنا عليها حيت هنا عطيتي اللي دي غير صفه هذه الوضعيه ديال هذه غير نظاميه وغير قانونيه لانك سلمتها لواحد الشخص اللي هو ريزيدونس الاي صار الاي بلا ما دوزاي كتشوفوا هنا راه السميه ديالها مدركه باش ما ندخلوش في واحد الشناءات مع مول العقار ولكن باش نقول لك راه الزربه ديالك طيحاتك في واحد المشكل خاصك تعرف شكون ما قدرتيش بكثر الزربه تعرف غير شكون هو المالك ديال هذا العقار لان ملي كتبنى العقار وكيسالي ملي كتخرج بيرمي دابيتي الدروج المساحات الملكيه المشتركه كامله كتمشي للسنديك وهنا نورمالمون خاصها تكون الاسم ديال السنديك كنشوفوا هنا الاسم ديال مول العماره وماشي السنديك وثيقه جديده ولي لي وريك شنو درت باش ناخذها انت اللي كتقول كيوصلوني انا مقتنع بنفسي وعملي من الله عز وجل شنو كندير باش نوصل لواحد الشخص ملي كيضرني واحد الشخص وكنديرو في دماغي كنعرف شنو 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 كيدير لي وملي كنقول كيضرني راه كيضر الساكنه هذا البيرمي دابيتي هاد الرخصه ديال البناء كانت في 12/12/2020 هاد السيد بنا طوابق مثلا العماره ديال ار بلس 6 مع واحد جوج خارجين راجعين نص مترو اللور يعني واحد ار بلس 7 واقيلا ولا ار بلس 8 مي هي الملكيه هي واضحه هذا السيد هذا بنى وساله مي بنى بناء كله خروقات علاش نقول كله خروقات يعني العماره اللي بنى الفوق ليطاج رجع بلاصه ما يرجع اللور زاد القدام يعني كله خروقات مشى باش يدير تسويه ملي كنقول لك كيمشي يدير تسويه اش كيدل هذا يعني كيدل على ان هذا السيد هذا داير خروقات عندو الخروقات مضبوطه
مزيان متفاهمين. هاد السيد ملي مشى يدفع عند الاربان قالوا لي انت ما عندكش حق، هاي انا واضحه ما عندكش حق اصلا تجي عندنا تدفع تسويه وانت كملتي البناء، حيت ملي كتكمل البناء ما عندكش حق تدفع التسويه، خاصك تمشي لواحد ليطاب اخرى اللي صيفطوه ليها. ملي جا السيد العمده خرج هذاك الدوسي من داك ليطاب وعطاه البيرمي دابيتي. هادي كاع النيه الجميله اللي عندك انت باش تسهل هاد الامور. ها هما هنا كيقولوا لك هاي هاي السيده المسؤوله في الربان كتقول لك منوع عليه منعا كليا، ماشي منوع عليه، وانت ما عندك الصفه على تجي عندي تدفع هاد الوثيقه هذا، خرجتي عطيتي انتيا. هنا بقيت كنتسنى السيد العمده السيد الوالي تازي مشكور من هذا المنبر هذا، لانني سمعت انه كانت شي تحركات وبعض الاسئله كيطرحهم على السيد العمده والله اعلم، ولكن كنت كنتسنى استفسار لانه في بلايص بحال هادو يستجيبوا العزل مباشره. من اللي فهمت هو ان السيد الوالي طلب منه انه يدير لجنه مشتركه، وهذا الشيء مشكور فيه ان اللجنه تكون فيها العلماء شريكه فعليه في ديك اللجنه حتى هي تكون من الموقعين. ولكن فين هو الاستفسار على هذا الشيء السيد الوالي؟ هذا هو السؤال اللي كنطرح، فين هو الاستفسار ديالك على هذا الشيء هذا؟ لان هذا الشيء خصو استفسار. الا كانت السيد هذا نيتو صافيه وما بغاش يعرق المدينه يقول لنا، ماشي على ظهر الدوله ماشي على ظهر السكينه. الا كنتي كتسهل الامور هاد الناس خصهم يخلصوا. سيد العمده طلبتي من الناس وسولوك على داكشي اللي دوزت انا وقلتي لهم لا راه اشرف كيحرك الوراق بزاف ما عرفتش، هو اشرف غيثبت الوراق مزيان وغيسولك هذا السؤال، هاد الاراضي هادي واش كيخلصوا لي تي ام بي؟ وباش نزيدكم هاد الاراضي هادو اللي كتشوفوا هنا، انا مدرك الاسم ديال المالك الشخص وداكشي، راه هو نفسه اللي معطي ليه هاد البيرمي دابيتي. واش كتستخلص من عنده الاموال؟ لان غير انت شوف نقرا ليك انا نقرا ليكم نقولها ليكم، عنده ارض فيها جوج قطارات، عنده ارض اخرى في بني مكاده فيها جوج قطارات مثلا الكائنه بمدينه طنجه، عنده جوج قطارات، عنده سبعه القطارات، عنده 13 قطار، عنده سبعه القطارات اخرين. هاد الاراضي هادو السي هما الملكيات ديالهم واضحين، لا واش كتستخلص لي تي ام بي ديالهم ولا لا؟ ولا كنتي كتستخلص عطينا. شو انا شوف شو شو شحال زوين انا ما كنتهمكش، مع اني ما عندي وثائق كنقول لك عطيني غير 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 شنو درتي، ها هما الوثائق في يدي وما كنتهمكش ما كنقولش ما درتيش، كنقول لك غير عطيني الا كنتي فعلا هاد السيد كطالبو يخلصك، عطيني غير غير مراسله صيفطها لي بشي طريق فلاني مضبوط انك طلبتي منه يخلص. واجي نهضروا دابا على هاد الوثيقه اللي قلتي ليهم انت وكاين اعترافها قبل ما ندخلوا لهاد الوثيقه باش تعرفوا الفلوس فين كتمشي. عباد الله واش 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 بعدا شوف الاعتراف ديال السيد اللي كيدل على انه هذا راه كان سابق كان مدير سابق ديال داك المجموعه ديال التعاون بين الجماعات اللي ديال مؤسسه البوغاز اللي هي اللي شاده المطرح ديال الازبال، كياكد على ان هاد السيرفيس هذا ما كانش خدام. واش ليكسيفيا كانت خدامه عندكم ولا ما كانتش خدامه؟ هادشي راه تشوفوا في الفيديو هذا ونرجع لكم باش تعاد نهضروا على الحقائق ديال هذه الاموال الخياليه اللي كتمشي شهريا لمن الله اعلم. هاد الشركه الان ما كتخلص على النقد ديالها اتفق معك، ولكن المعالجه انا لا اظن بانه كاينه المعالجه، لان لحد الان الامور اللي عاجله في الفصل العام الشركه السابقه تعطلت باش تعمل محطه المعالجه وشكرا. انا العمده كنت حاضر للدوره واخا ما طولتش بزاف، ميم با حضرت واحد جوج دقائق ما كاملاش، ولكن داكشي كان يرثى له لان الحديث قال لهم شوف انا ما نقدرش نجاوبكم هنا، خصني نجاوبكم في المؤسسه، مع العلم انه هو الرئيس ديال المؤسسه. هنا موضوع ديال الاموال الخياليه كتمشي وكيقول لهم انا ما نقدرش نجاوبكم هنا، راه ما يمكنش هذا الشريف. انا نقول لكم الشركه اللي كانت اللي صيفطها السي مهديه كان السبب ديالها هو عز تدبير المطرح وفق الاتفاقات الاتفاقيه اللي كانت بيناتهم، كانت واحد الاتفاقيه بيناتهم، واهم الاتفاقيه اللي كانت هي ديك ليكسيفيا، داك الماء ديك العصاره ديال داك الازبال اللي كتهدد بشكل خطير البيئه ما كانش كديرها او ما التزمتش بها الشركه الاخرى. دخلنا شركه ارما اللي بدورها مازال لحد الان كنتصلوا بها حتى واحد ما كيعطينا الرد على الجواب ديالنا، مع العلم انه كتروج اسماء ومعلومات من بعض المصادر انه ما كديرش هذه الخدمه، هذه ما كايناش هاد الخدمه اللي كتخلص عليها. المهم انني هنا ما غنتهمكمش، ما غنقولش لكم ما كديروش، مي نطلب منكم تعطيوني جواب. مازال كنسول كنطرح غير سؤال، واش كديروا هاد الخدمه ولا لا؟ كتخلصوا عليها 150 مليون 200 مليون، هادو غير هادشي راه ماشي راه شهريا كتوصل من المعلومات اللي كتروج، وكذلك ما انتمش فيه وان هادشي هذا كد العصاره هذه كتعطى لشركه امانديس وكتحط في واحد الباسان وكتمشي وسط البحر، وهادشي خطير الا مشى كتا كان بصح. راه خصنا بحث في هذا الموضوع هذا، خصنا امور في هذا البحث في هذه الامور هذه، لاننا كفى من الماكياج، حنا بغينا الخدمه. راه واخا تشوف طنجه وما ادراك ما طنجه الا انها فيها ناس ما يستاهلوهاش.
وغنهضرنا باسمي في هذه المساله ديال ما يستاهلوهاش وما كنقول حتى شي شكون، كنقول شكون اللي ما يستاهلهاش، ولكن كنقول كاينه خروقات كبيره وخطيره جدا خصنا نهضروا عليها. هنا ملي كنقول لك ان العيدوني اللي شوف الفيديو كيأكد على ان التدبير ما كاينش، سي لي موري غدا ديال مدوى صحفيه جاوب الناس واش كدفع 200 مليون لمن، واش ليكسيفيا كديرها ولا ما كديرهاش، مي اللي هضرتي في الفيديو ولا في الندوه ولا في الدوره وما قلتي والو، قلتي لي الوثائق كيحركهم اسرع، انا ما كنحركهمش، انا دوزت كل وثيقه دابا بسميتها جاوبهم غدا، وقلتي لهم لا 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 200 مليون شهريه اللي كدوزها لديك الشركه وما كديرش داك السيرفيس ولا كديرو، ما بغيتيش تجاوبهم، قلتي لهم هذه ماشي بلاصه، انا دابا هنا في الدوره تنكونوا في مجموعه التعاون بين الجماعات اللي الرئيس ديالها هو انت ديال مؤسسه البوغاز. جاوب غدا، نتمنى تجاوب، وبيد ما خرجت لنا الوثيقه الاخرى وثائق جداد عاوتاني راه غادي نجاوبوك عليهم، ونطلب من دوك البؤساء اللي كيقول لك ما تستناوش شي واحد يجي من البعيد ويهضر على طنجه، طنجه راه ماشي بالفيزا ولا طنجه خارجه النفوذ الترابيه، راني مغربي يا الشريف ونهضر على اي بلاصه بغيت، ولات منو عليا نهضر على واحد المدينه او ما نمشيش لواحد المدينه باش نتوما تقولوا لا علاش اسراف يجي من ديك البلاصه ويهضر، لا اسراف غيجي من اي بلاصه وغيهضر على اي حاجه مستعد انه يهضر عليها وكتبان فيها خروقات، لان الدور ديالي صح اللي كيقولك علاش كدير هادشي، من تقول لي علاش كدير هادشي غنسولك انت علاش كدير عمده، وعلاش الطبيب كيدير الطب، وعلاش كدير انت هادشي، هذا عنده هدف لان هادي داخل في المجال المهنه ديالي، مع العلم انني ما غاديش نخرج عند المغاربه ونطلب منهم شي مره انهم يعاونوني، ولا راني كيش واحد كشي بائس منكم من البؤساء يهددني ونخرج نقول المغاربه كيهددني ولا داكشي، لان الامر بيد الله واللي في جهدكم ديروه، واسمحوا لي على المصطلحات اللي هضرت بهم، لان كاين بعض الاشياء ما كنبغيش نقولها في فيديوهات وما كنبغيش نهضر عليها، كنتعرض لها من برا الكواليس، ولكن كتجيني بائسه ما غنعمرش لكم راسكم بها، من بغي توصل رساله لهذوك البؤساء راه ما كتحركوش فيها حتى زغبه في خدمه ما كتقدمهاش. بغيت نسول سي ميموري واش كتستخلص الاموال ديال القطع الارضيه اللي الملكيات ديالهم هي واضحه، شنو واقع في السياسه في مدينه طنجه. متابعين قناة إعلام تي في، مرحبا بكم في هذه الحلقة اللي غادي نهضروا فيها على عروسة الشمال وشنو مخبية لنا هذه العروسة هذه. مدينة طنجة اللي قبل التصوير بثواني كنتفاجئ بأنهم كيوجدوا أنهم يصاوبوا أكبر علم مغربي في العالم. غيصاوبوا لنا واحد العلم مغربي ب 130 مليون باش ندخلوا به في شهر كينيس. دول أخرى كتدخل بالمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الأشياء، وحنا كندخلوا بأكبر طاجين وكسكسو وكذلك أكبر أتاي وأكبر شوهة من الشوهات اللي غادي تشوفوا اليوم. الموضوع ديال اليوم، مؤخرا شفنا في مدينه طنجه شهدات تحرش جماعي بواحد السيده اللي دارت بوم، والصوره ديالها كتشوفوها لتحت اللي كتعلق بهاد الفتاه اللي تعرضت للتحرش. واش التحرش كاين غير في الشارع ولا كاين حتى في السياسه؟ هذا هو الموضوع ديال هذه الحلقه ديال اليوم، شنو واقع في السياسه في مدينه طنجه اليوم. كاين المتهمين واي حاجه قلتها اليوم غادي تكون بوثائق، لان هذا موضوع ديال الاقوال من النيابه العامه كيرج في الواتساب، خصنا ضروري نعرفوا به ويعرفوه المغاربه كاملين ماشي بالضبط مدينه طنجه. واش فعلا هاد الشخصيات الوازنه اللي مذكورين في هاد المحاضر كيديروا هادشي؟ لان عمده ديال مدينه طنجه سابق متهم بالتحرش بالشذوذ الجنسي، وكذلك امين عام حزب سابق متهم انه كيوظف الناس وكيسرق وكيدير بزاف ديال الاشياء، هادشي اللي غنعرفوا في هاد الحلقه هادي، واللي غيكذبني اي حاجه بالوثائق ديالها حتى من المحادثات الواتسابيه. هاي غادي نحطكم كاملين في الصوره باش تفهموا مزيان شنو الموضوع ديال هاد الحلقه هادي. قبل ما ندخل للحيتيات ديال هاد الموضوع نبغي نعرفكم بالشخصيات الوازنه اللي غادي نهضروا عليها في هاد الفيديو هذا. هاد الفيديو صور اللي مرايا فيها العمده ديال مدينه طنجه الحالي اللي هو منير ليموري، كذلك رئيس جمعيه الجماعات الترابيه ديال المغرب، واحد الجمعيه اللي كيتجمعوا فيها الجماعات الترابيه، وفي اطار التوزيع الوزيعه كل واحد خدا شي حاجه في اطار التحالف. المجلس ديال الجهات خداتو بعيده من الاحرار، كذلك مجلس المجالس ديال العمالات خداتو الاستقلال عن طريق دريوش، وكذلك الجماعات خداه ليموري. هتقول لي كيفاش؟ بزاف الناس تيتسائلوا السيد عدبال البارح خدا هاد المناصب كامله عمده ديال مدينه طنجه وغيرها. غادي نقول لكم الامر سهل بخصوص هاد الجمعيه باش نسدوا الملف ديالها تنرجعوا ليها في ملفات اخرى، ان هاد السيد هذا عمده ديال مدينه كبيره، والبام عنده جوج ديال المدن كبرى، وكان الاختيار ما بينه هو وما بين فاطمه الزهراء المنصوري. بحكم الاشغال والاعمال اللي عند فاطمه الزهراء المنصوري طاح النصاب على هذا صدفه، لانه عمده ديال مدينه طنجه وكبيره، داكشي علاش ترأس ديك الجمعيه اللي فيها بزاف ديال الفلوس، واللي غنرجعوا ليها في موضوع ديال هاد السيد هذا. شكون هذا السيد هذا؟ هو المعتقل الحالي حسن المزدوجي، الصفه ديالو عضو كتابه الاقليميه ديال بام، وإلا قلت لك شكون هو الامين الاقليمي غتقول لي نقول لك هو هذا، والامين الجهوي هو هذا السيد هذا اللي كتشوفوه اليوم مرايا اللي ملقب بشريب عبد اللطيف الغبزاوي. هذا الياس العمري كتعرفوه انتم المغاربه كاملين، الاتهامات اللي كيتقالوا عليه هنايا
وبراسو ما عرفهمش واقيلا. وهذا خوه العمده ديال مدينه طنجه السابق، وكذلك هو الشخص اللي غادي نهضروا فيه بخصوص الشذوذ الجنسي. القصه السياديه ديال هذه الوثائق اللي توصلت بها، والقصه ديال الوثائق الاخرى اللي غادي نهضروا عليها في هذا الفيديو هذا، ديال بيرمي دافيتي او رخصه ديال البناء اللي تعطات في 2010 ورخصه السكن حتى 2024، مع العلم ان مجموعه ديال الولات ورؤساء الجامعات رفضوا انهم يعطيوها والتعطات. غادي نهضروا كذلك على شركه الاسبان اللي كتوصلها 200 مليون او 150 مليون شهريا بواحد الخدمه ما كديرهاش. غادي نهضروا على الفندق وحتى المحادثات هي السي العمده باش ناكدوا لك، وحتى من الشكل اللي غادي تقول لي عليه ما كاينش، ها هو يعني حتى حاجه ما غادي نخبيوها على المغاربه. وباش ناكد لكم قبل هذه الحلقه هذه، وناكد لمجموعه ديال الناس كيتصنتوا ليا، ان هذا السيد هذا راه تواصلنا معاه بخصوص هذه الملفات وهذا الشيء اللي غيتقال عليه دابا. غتقول ما تواصلتش معاه كما كيقولوا بزاف الناس، غناكد لكم من هذا المنبر هذا انني ما كنتصل بتا شي واحد لالف مره. راه اتصلت بك السيده رئيسه التحرير ديال الموقع، واتصلنا بك من الفيكس الرسمي ديال الموقع، يعني اي معلومه بغيناك تعطيها لنا غادي تعطيها لنا عبر مكالمه هاتفيه او الواتساب ديال الموقع اللي كيسالي مع الخمسه ديال العشيه، يعني حتى تصيفطتي فيه من بعد راه ما غاديش نجاوبوك حتى الغد اللي في الصباح. وباش ناكد لكم ان السيد ما عطانا حتى شي جواب على هذا الشيء هذا اللي غادي نقولوا لكم عليه في هذا الفيديو هذا، يكفي انه قال لك ما نعطيكمش في التليفون غنصيفط لكم في واتساب، عطينا 48 ساعه ما صيفط والو. باش ناكد لك انا راه ماشي انا اللي اتصلت بك فعلا، ولكن الموقع اللي كنشتغل فيه واللي كنهضر من المنبر ديالو هو اللي اتصل بك، حيت انا ما غاديش نعيط لك في محادثه خاصه او نفتح داك الباب ديال محادثه خاصه لا معك لا مع غيرك. غادي نبداو الموضوع مناش كيبدا، كيبدا من 30 مليون وشيك واللي غيتعتقل فيه هذا السيد هذا اللي الصفه ديالو والله ما عرفت هو الصحفي ولا شكون، ولكن في التصريحات ديالو في النيابه العامه ولا عند الشرطه القضائيه كياكد كل مره صفه ما عرفتش شنو كيدير سياسي تينشط شي شويه. هادشي اللي تقال اليوم قبل ما تاجل الجلسه. الموضوع بدا من مهرجان مطا اللي الرئيس ديال الجمعيه اللي كتنظم هذا المهرجان هو الزوج ديال فاطمه الزهراء المنصوري سي البركه. هاد السيد هذا غادي يتوجه عند سي البركه وغيقول ليه بانني انا بغيت نضيفك الضيوف ديالك ديال المهرجان فندق بلا ما نذكروا الاسم ديالو في مدينه طنجه، يعني كنقولوا الضامن والعارض بشكارتو. هاد السيد هذا ضيفهم في واحد الفندق في مدينه طنجه، مع العلم انه العمده ديال مدينه طنجه والنفوذ الترابيه اللي كيتصاوب فيها الجمعيه هذه هو النفوذ الترابي ديال العلايش، لا علاقه لهم بها لانه ماشي هو رئيس جهه ولا شي حاجه اللي يقدر يدعم. كان كيتسنى الله اعلم شي حاجه باش يخلص هذا الاوتيل الله اعلم، واش كان كيتسنى شي مهرجان باش يدخل شي فشي الله اعلم. اللي عرف هو ان مول الاوتيل كياكد انه ما توصلش بفلوسه، وقتاش غيتوصل بفلوسه وغياخذ هذا الشيك هذا هو الوقيته اللي غيجي فيه استعدادات ديال المهرجان ديال السنه ديال هادي اللي كنأكد لكم حسب بعض التصريحات واللي بحثت فيها وبعض المصادر كياكدوا لي حتى هذا العام باقي ما مخلصش فيه. هاد السيد هذا غيتصل بمول الفندق وغيقول لي غادي تستضيف لي الناس ديال المهرجان ديال هاد السنه. قال لي لا. علاش لا؟ قال لي لان 2023 باقي ما تخلصش في 28 مليون، قول 29 مليون تقريبا قل شي حاجه قليله، يعني 30 مليون ديال هاد السنه هادي باقي ما تخلصتش فيها ديال السنه الفارطه باش نقدر نستقبل لك الناس. هاد السيد هذا حسب التصريحات ديال هاد السيد هذا مول الوطيل عيط لهذا اللي هو حسن المزدوجي وقال لي عافاك سير اعطيه شيك بسميتك بخصوص الموضوع ديال الفندق، لان الموضوع ديال هاد الشيك هذا هو الموضوع المتعلق بمهرجان مطا. ولكن في التصريحات كيأكد هذا حاجه اخرى، ولكن الوثائق سيدته نفسها تؤكد ان هذا الموضوع هذا ديال 30 مليون والشيك راه بدون رصيد، لان مول الفندق كيتصل بهذا العمده كيقول لي راه الشيك بدون رصيد راه غنصيفطكم للحبس السيد اللي عطاني الشيك بخصوصك. ولكن باش نعطيو لكل ذي حقين حقه هذا السيد المعتقل قال لهم في التصريحات ديالو اللي ما واضحاش وكل مره فيها حاجه، على اساس ان هذا راه الموضوع ديال الشيك لا علاقه له مع العمده الحالي، مع العلم ان المحادثات تؤكد وهنا مكتوبه منير لموري وعندكم حق تحققوا من هذه الوثائق. انا كنهضر على الوثائق ما كنوزع اتهامات لتا شي شخص، مازال غادي نجيو لبيرمي دابيتي ومازال غادي نجيو لشركه ارما ومازال غادي نجيو لمجموعه ديال القضايا حتى من الموظفين الجدد او الخمسه المهندسين اللي مازال حد الان الناس في الجماعه كيتسائلوا فينا هما راه توظفوا فينا هما. واحد السيد تيقول لي اخي اسراف واش كيمشي لشي بلاصه اخرى فين كيخدموا الناس اخرين اللي عنده علاقه معاهم ولا الله اعلم، مهم مازال كيتسائلوا هاد الناس توظفوا والسالير ديالهم بدا كيدوز ولكن راه مازال ما شفناهمش. نبداو الموضوع. هاد السيد هذا ملي عطاه شيك بدون رصيد عيا ما يهضر هاد السيد هذا، والمحادثات كتشوفوها انه ما كيجاوبوش مشى دفع الشيك صدفة والله اعلم. هاد السيد هذا اللي كيقول لك هاد السيد ما عنده علاقه معاه كانوا مسافرين في جوجهم لاسبانيا، مع العلم ان ديك الجمعيه اللي هضرت عليها هاد الصوره هي اللي تحت كتشوفوها ديال هاد السيد هذا كيتواجد في دوله اسبانيا، حيت كيقولوا بانهم موظفو حتى في ديك الجمعيه،
الا انه واش كان كيدير في هذه الصوره هذه. هذه الصوره هذه في الاصل ديالها والموضوع ديالها هو موضوع ديال الارسال ديال الشخص في اطار جمعيه الجماعات الترابيه بالمغرب للرئيس ديالها هو. كنحربكم بهذا وهذا باش تفهموا حيت الصور مرايا واضحه. اعتقلوا هذا في الدخله ديال الميناء كانوا غادي لاسبانيا وهذا. وهذا هو اللي كتعرفوه بالحادثه ديال اللي خرجت في موقع التواصل الاجتماعي ديال منير مونبيبي مطابقه للاصل لحمزه مونبيبي. وكذلك الموضوع اللي انتشر في موقع التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونيه والاخباريه ديال انه مشى قدم نفسه كعمده ديال مدينه طنجه ودوز الناس كاملين في الميناء وبغى يمشي بالزربه يوصل لمدينه طنجه. الا انه تخلع قدام داك الكم الهائل ديال الناس اللي كيقولوا ليه مالك واش كتصنع لنا قويلبات ديال دولي براندو وتصريح ديال واحد السيد باش يمكن لك تدوز قبل منه. غادي نرجعوا للصوره ملي هذا تعتقل بادر هذا بانه هذا يتخلص عليه الشيك حطوا فيه على الفلوس ديال الشيك وخلاو السبيل ديالو. يعني هذا السيد مولوطيل تخلص هنا غتبدا القصه. غيطلق العنان ديالو هذا في الفيسبوك في صفحات فيسبوكيه وموقع اخباريه اخرى. غادي يبدا يوزع الاتهامات شمالا وجنوبا في اي شخص كيهاجم هذا ولا كينتقم من داك مول الفندق. مول الفندق كثر التعرض ديالو لمجموعه ديال السب والقذف، مجموعه ديال الامور، مجموعه ديال الاتهامات، غادي يتوجه هو ومجموعه ديال الصحفيين الزملاء لعند النيابه العامه ويحطوا شكايه بخصوص حسن المزدوجي بالسب والقذف وغيرهم من التهم اللي غادي نشوفوها هنا ان شاء الله شنو دايرين ليه فيها. كيوزع التهم شمالا وجنوبا يا اما بالسرقه يا اما بالشذوذ الجنسي يا اما بتوظيف الاشباح يا اما ويا اما ويا اما بزاف ديال الامور. الا انه من اللي غادي تعتقل وغيدوز عند قضيه التحقيق واللي التهم اليوم موجز عليه بالعنصريه ومجموعه ديال التهم خطيره جدا اللي غادي تقدر توصل العقوبه ديالهم حتى لست سنين، لان المتابع متهم من اجل جنحه بث وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبه بهدف المساس بالحياه الخاصه للاشخاص والتشهير بهم وتوزيع ادعاءات وقائع كاذبه بقصد المساس بحياه الخاصه لامراه بسبب جنسها والتشهير والتهديد والتمييز بسبب الانتماء والسب والقذف العلني في حق امراه بسبب جنسها الافعال المنصوص عليها والعقوبه في الفصول 447 جوج و447 ثلاثه و425 و427 و426 الى غيره من القانون الجنائي والقانون 88 13 المتعلق بالصحافه والنشر. السيد لحد الان راه معتقل الله يدير ليه شي تاويل الخير لان السجن ما تبغيش العدوك بما فيهم حتى الناس اللي كنهضروا عليهم متهمين بسرقه المال العام. ولكن شنو يوقع ملي تعتقل لان الوضعيه فيها اتهامات ديال هاد الجوج هادو ملي تحولت الاقوال. هاد الناس اللي مشاو داروا شكايه بهاد السيد هذا المعتقل حسب ما قريت الملفات راه مظلومين. هذا اللي مظلوم لان السيد ما جبدهمش، لان السيد الصحفي الاول ولا كيتهم واحد السيد اخر اللي هو زميل ديالنا في مدينه الرباط اللي هو عبد الله الكوزي الصحفي ديال الصباح كيقول بانه ما هضرش على المسمى فلان ولكن راه هضر على المسمى عبد الله الكوزي وليس دامو، مضيفا ان الواقعه الابتزاز كان معروفه بها الصحفي فلاني. والغريب في الامر هو انني انا ملي كنقرا هادي وكنعرف مزيان الصحفي عبد الله الكوزي كاتب هنا انه مدير مهرجان كبير ديال السينما. ما عمري عرفت انا الكوزي، الا كنت اخي الكوزي كنت مدير ديال شي مهرجان كبير قول لينا ما كناش عارفين هادشي. وانه مدير ديال جريده المساء، والغريب في الامر انني كنعرف الكوزي مدير جريده الصباح. هنا ما كندافع على شي واحد باش ما نتسماوش كندافع، ولكن اللي كنتسناه هو ان المقصود بالتحرش الجنسي والشذوذ الجنسي اجاب المعني بالامر هو المسمى فؤاد العمري خو الياس العمري الامين العام السابق. يعني هذا كيقول بانني انا راه ما قلتش على فلان الاخر ديال اتهامات ديال الشذوذ الجنسي، وانما المتهم او الاقوال ديالي مواقع التواصل الاجتماعي راه قلت لان هذا هو اللي عنده الامر ديال التعلق بالشذوذ الجنسي. هنا واضحين. وشنو العلاقه ديال الياس العماري؟ قال لهم انه راه ما هضرتش على الرئيس ديال الجهه الاخر، وانما هضرت موظفه شبح كانت المعنيه به ترأس المسمى الياس العماري لمجلس الجهه طنجه السابق. باللي كان رئيس المجلس الجهه ديال طنجه السابق هو اللي كنت كنقصدو بواحد السيده اخرى ماشي هي. يعني هادو كاملين اللي مشاو داروا به شكايه غير ظالمينو، راه ماشي انتم اللي كيهضر عليكم، راه كيهضر على هاد الناس هادو اللي كنتمنى انهم يتحركوا ويديروا شكايات او يبينوا البراءه ديالهم بخصوص هاد الاقوال اللي كيدير. الشخص الاخر اللي هو صحفي كذلك كيقول عليه انه رطيطب، هنا كياكد بان رطيطب ما مقصودش به نفس الشخص اللي هو العمراني وانما المسمى فؤاد العماري.
وكيأكد أن كلمة ترطيط برا ما قالهاش حيت مقصود بالتعبير ديالو أن شذوذ جنسي، وإنما رطيطة بغير بالعبارة ديال شخص زعما عادي، يعني رطيطة يعني ما كيتحركش قالك. ولكن هنا كيأكد على أنه ملي قصد الشذوذ الجنسي كيأكد أنه المقصود بالشذوذ الجنسي أو برطيطة هو فؤاد العماري. تال هنا واضحين واد الملفات باينه، ولا ديسكسيون ديال العلاقه ديال هادشي كاينه، ولكن باش نعطيو لهذا اقوال قال لك هذا راه ما عنده هذا حتى شي علاقه ديال هاد الفلوس هادو، وانما داك الوفد ديال اسبانيا، الا انه الوثائق راه هي كاينه، ولا بغى شي مسؤول يطالع عليها نعطيهم ليه، راه منشورين في واتساب كيدوروا تيسير كيلو في واتساب، كيما وصلوني في واتساب راه غيوصلوك. نرجعوا للسي لي موري اللي غنطرحوا عليه مجموعه ديال الاسئله، منهم لا جيستيون ديال ستوكاج ديال واحد الماده اللي كتكون بحال داك الماء اللي كيهبط من الكاميو ديال الاسبان. واش حتى ارما ما كتجاوبناش بهذا الخصوص، اتصلوا بها من المكتب مرارا ما كتجاوبش، واش فعلا كتاخذ 150 مليون و 200 مليون في الشهر على موضوع ديال واحد السيرفيس ما كتقدموش، خدمه ما كتقدمهاش؟ واش هذا كامل هضر الملام؟ سولنا السي اللي موري بهذا الخصوص علاش كتعطي هاد الفلوس هذا، قال لك صيفطوا ليا في واتساب انا غنجاوبكم. الى يومنا هذا مازال كنتسناو الجواب، ولكن كنتمنى تجاوب من دابا لغدا، لان شهريا الناس ديال طنجه ولا الناس السيد وزير الداخليه وسيد الوالي الجديد سيد الوالي راه سيد، نبغيو نعرفوا الحقيقه ديال هذا الموضوع هذا، لانك السيد تازي خاصك تعرف بان هاد الناس تيقولوا بان هاد الشركه هذه ما كديرش هاد الخدمه هذه وكتخلص عليها باموال خياليه. نرجعوا الرخصه ديال السكن واللي هي هذه في يديا واللي كتشوفوها لتحت، هاي تعطات الرخصه ديال البناء في 2010 وبالضبط ثاني السيلو بالضبط 20 في شهر 12 2010 تعطات الرخصه ديال السكن. جا السي اللي موري عطاه الرخصه ديال السكن، دابا رخصه البناء 2010 ورخصه السكن 15/4/2024، غتقول لي عادي شنو مالك شنو فيها؟ تعطات الرخصه ديال البناء مورا تعطات الرخصه ديال السكن، قانوني هادشي يا شريف قانوني. وتنقول لك السي لي موري انا راه ظالمك، هادشي راه قلتي في قانون، الا انه غتقول لي 14 عام ما تعطاتش الرخصه. نقول لك علاش 14 عام ما تعطاتش الرخصه، لان اي ولي كيجي ولا اي رئيس جماعه كيجي بما فيهم هاد السيد هذا نيت وبما فيهم الناس ديال العداله والتنميه رفضوا انهم يعطيو ترخيص ديال السكن لهاد مول هاد البيرمي دابيتي. ومول هاد البيرمي دابيتي نبغي نسول السي اللي موري واش كتستخلص الاموال ديال القطع الارضيه اللي الملكيه ديالهم هي واضحه، الاراضي الغير مبنيه واش كتستخلص الاموال ديال هذه القطع الارضيه وهذه الملكيات ولا لا؟ نبغي كي تجبد ليا، الا كنتي كتستخلص كذب اشرف بالمدن ووريني عكس ديال هذا الشيء هذا، ها نعطيك انا الوثائق ديال الملكيات ونصر ليا الوثائق انت ان السيد هذا كيخلص الدوله وانت ما ساكتش عليه، انت من حقك خليني من هذه الفضيحه الاخرى، انت جاوبني على هذه على هذه الجوج هذا وغنكمل معكم على هذه شنو داير. هاد السيد هذا لقاو انه عنده مشكل ديال البناء ديال زايد واحد 1000 متر غير مرخصه له، خارج بها داخل بها داير بها ماشي سوقي، كيجي السي اليعقوبي الوالي الحالي ديال مدينه طن ديال مدينه جهه الرباط والوالي السابق ديال مدينه طنجه كيسحب كما كيمنع انه يعطيه ترخيص ديال السكن. ولكن ملي جا السي اليعقوبي وجوج ديال رؤساء الجماعات السابقين منعوا انهم يعطيو الرخص ديال السكن لانه كان دار توقيف، السي يعقوبي دار توقيف، غيجي السي مهديه اول حاجه غيجلس في هذا المكتب هذا غادي يشوف الوثيقه ديال التوقيف ديال هاد الارض هذه ما غيدير فيها والو حتى هو لا هو لا رئيس الجماعه اللي كان معاه ديك الساعه وغيخليوها موقفه. الاخطار من ذلك ان مول هذا البيرمي دابيتي غادي يمشي يحط في البلاتفورم بموضوع ديال طلب تسويه ديال الوضعيه، رفضوها ليه لان الولي الحالي السي تازي ما فهمتش علاش خرج وقال بان هادشي هذا خصو، ما قالش انه اول حاجه ما شفتش استفسار طلبت، قلت ما يمكنش ان السي تازي تدوز عليه، يعني ضروري ما غادي يصيفط استفسار للسي اللي موري بخصوص هاد البيرمي دابيتي ولا هاد الرخصه ديال السكن اللي عطيها في الوقت، لانه ولاد سابقين ورؤساء جامعات سابقين ما قدروش يعطيوا لهاد السيد لانه عنده خروقات خطيره جدا في الموضوع ديال البناء. وغادي نمشي لمدينة طنجة وغنصورهم لكم باش تشوفوهم. اللي كاين هو ان الطلب ديال تسوية الوضعية ما بغاش تقبل عليه البلاتفورم لان فيها مجموعة ديال حتى السي تازي ملي جا قال لهم ان حتى الرخص ديال السكن ما يبقاش يعطيهم غير رئيس الجماعة وانما بحال ترخيص ديال البناء تكون فيها لجنة بحال جميع الترخيصات يولوا فيهم لجنة وكل واحد يدوزو. هاد اللجنة هادي نخليوها جانبا ونمشيو للموضوع ديال البلاتفورم اللي فيه مهندسين وفيه مجموعه ديال الامور والخطائر. ملي ذكرت المهندسين ان المهندس اللي حط الرخصه ديال البناء انسحب من هذا المشروع هذا وجا واحد المهندس جديد حتى علاقه له مع التصميم ولا الاخر، لان الاخر سحب الملف ديالو وهو اللي طلب الرخصه ديال السكن، يعني المهندس اللي طلب رخصه ديال السكن ما عنده حتى شي علاقه بتاتا بالموضوع. الموضوع اللي فيه الشبهه
واللي غادي نطرحوا فيه السؤال هو كيفاش السي منير ليموري جوج ديال الولاد سابقين ورؤساء جامعات سابقين ما عطاوش الرخصه، ورغم انه الخطير ان السيد دار طلب تسويه الوضعيه في البلاتفورم وترفضات ليه قبل ما توصل عندك، ولكن عطيتي انت طلب ديال رخصه السكن بالخروقات اللي كاينه. انا والله ما نقول لك عندك شي علاقه معه، حتى التهمات ماشي من حقي وما عندي الا حتى شي دليل، وانا بغيتي نيتك الصافيه، ولكن النيه الصافيه اللي غادي نطلب هي من السيد تازي يوضح لنا التفسير ديال هذا الموضوع هذا. وانا بدوري بحكم انني تواصلت مع هذا السيد وما عطاني حتى شي معلومه، غادي نتواصل بالناس المعنيين في الولايه وغادي نصيفط لهم يقدروا يعطوني شي استفسار على هذا الموضوع هذا. كاين مجموعه ديال الوثائق ومجموعه ديال الاشياء غادي نناقشوهم من بعد، لان الموضوع ديال سي منير مون بيبي او سي منير اللي موري ما غاديش يسالي هنا. يكفي ان عروسه الشمال مدينه جميله جدا تستحق منا كل خير وتستحق منا ناس اللي يقدروا يزيدوا بها القدام. انا كنقول لك سي موري الباب ديال الام تي في مفتوح لك في حق الرد، مع العلم اننا عطيناه لك قبل واتصلنا بك باش توضح الامور وجميع الدلائل والاثباتات عندنا. كنقول لك كنضرب لك موعد اخر، ومن الممكن انني نكون حاضر في الدوره لطرح مجموعه ديال الاسئله على مجموعه ديال الناس اغلبيه ومعارضه. يعني لان لو كنت ما جبتوليش ما نجاوبش، زعما بكل صراحه من الاول وانا غادي زعما ضريف ما كنتكلم ما والو، ولكن بلي جبتوني ما فيها باس، ما فيها باس نذكروا بانه يعني انه ما نقبلوش انه حنا كفريق كله كنشتغلوا ونتهموا بانه حنا ليبراليين غنعطيو هذا الشيء لواحد الشركه، ما نقبلوهاش. انا كنقول زعما ماشي في واحد المستوى ديال 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 هاد ديال ديال هاد النقاش، وهذا الشيء خصكم يعني ولا كانوا دي كريتيك لوبوزيسيون ولا لوبوزيسيون اللي كانت في البوفوار من قبل ما فيها باس، يعني ماشي ما كاينش شي حاجه اغريسيف ولا شي حاجه اللي سميتو ما داتوش هادي وحنا كنديو هادي احسن، انتوما ما داتوش هادي وحنا كنديو هادي احسن، هذا من حقنا يعني سميتو. وما حنا ما كاملينش، راه ما يمكنش كما قال السي مصطفى انه نقولوا للمغاربه ديالنا المواطنين ديال اكادير حنا نحلوا المشاكل كلها، راه ما يمكنش. عندنا واحد لو ديلي، وهذاك لو ديلي كنشتغلوا به بجديه، عندنا واحد لاجوندا، وهذاك لاجوندا كنقلبوا على التمويل ديالو وكندوزوا ليكزيكيسيون. اللي قدرنا نديروها حنا داخل البلديه كنديروها، اللي ما كنقدروهاش راه كاين مسائل تنظيميه لي سوسيتي دو ديفلوبمون ريجيونال لي اس دي ال، هذيك ديال لا سونارجيس، هذا اللي لقينا. الى حتى الا ما لقيناش عند القطاع العام نمشيو للجمعيات نشتغلوا معاهم، ليسونسيال انه تكون الحركه وتكون الديناميه. ف ما يكونش الغلط انه انسيتو هذا ونسيتو معلوم خصو وقت، يعني المهمه ديالكم انكم تفكروا المجلس بانه تنساو بعض الاحياء ولا بعض لي كارتي ولا بعض شيء مهم، ولكن لا يجب انه الصوره بانه ما كيدا والو في اكادير. وما نقولش لكم قولوها ولا ما تقولوهاش، لان الناس المواطنين على برا عارفين بان اكادير تري بيل ديناميك. شفتوا في الصيف كيفاش الناس جاو من انحاء المغرب كلها، شفتوا يعني الناس اش كتقول في دي تيموانياج بوحدهم كيطيحوا يعني على لا فيل دكادير. دوك الناس انا كيظهر لي ما عندناش واحد المجهود كبير ديال لا كومينيكاسيون، واخا تكون شويه ديال يعني النقاش، وهذا ما يخش منه بانه اكادير ما كاين والو، ما كاينش الخدمه، ما كاينش العمل. اكادير كلها عمل، كلها خدمه، كلها معقول، وغادي للامام وغادي سميتو وغادي نمشيو. وعندنا مشاكل في الافق، انا كنقول لك كاين مازال المشاكل ديال التمويل، مازال لانه خصنا نديفيسيو لي بروبليم باش يعني نحلوا الامور تمشي للامام. فلهذا الله يجزيكم بخير، كما كنسمع منكم وكناخذ على قلبي بانه بعد انا بحال دابا انا ما قلت لكمش، زعما السيد راه قال قبيله ما تحولوش واحد لانفورماسيون اون فيك نيوز باش واحد اخر يركب عليها غدا. انا ما عمري ما قلت علاش كديروا السياسه. انا قلت لكم حسيت بانه في هاد لي كيستيون اللي دازوا بانه كاين سياسه، راكم بسم الله
صافي سي سكو رافي زعما ما 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 كاين ما كاين حتى مشكل. ولكن حنا انتوكا اغلبيه ديال الاحزاب ديال ديال التحالف اللي كاينين في البلديه كاين يقول لك بان الشغل الشاغل ديالنا السياسه يمكن هي اللي جابتنا لهنا باش نشتغلوا، ولكن دابا ما كنعطيوش الناس السياسه، كنعطيهم المشاريع وكنحلوا لهم المشاكل ديالنا. برافو برافو لهذا السي اشرف بن المدن، هذا السيد هذا اللي هو صحفي نزيه وكيخرج واللي بارز الساحه دابا على انه صحفي كيتحدى وما كيخاف من حتى واحد وكيقول كلمه الحق كما هي. هذا السيد هذا كيستحق منا التشجيع كاملين، لان بهذا الصحافه هذه غادي نحاربوا الفساد، وبهذا الصحافه هذه اللي ما كتاكلش المرقه وما كتغمسش هي اللي غتحرر لنا البلاد من الفاسدين، والناس غيبقاو يخافوا باش انهم يسرقوا ويمدي يديهم، خصوصا المسؤولين اللي كتبان لهم بلي الخدمه اللي تولاوها ولا المسؤوليه ديالهم هي فرصه للاغتناء والارتشاء وغير ذلك ومد اليد. اذا كنتمنى من هاد الناس هادو يشجعوا لنا هاد السيد هذا باش انه يعطي المزيد ان شاء الله وتوقفوا معه. برافو برافو لهذا السي اشرف بن المدن، هذا السيد هذا اللي هو صحفي نزيه وكيخرج واللي بارز الساحه دابا على انه صحفي كيتحدى وما كيخاف من حتى واحد وكيقول كلمه الحق كما هي. هذا السيد هذا كيستحق منا التشجيع كاملين، لان بهذه الصحافه هذه غادي نحاربوا الفساد، وبهذه الصحافه هذه اللي ما كتاكلش المرقه وما كتغمسش هي اللي غتحرر لنا البلاد من الفاسدين، والناس غيبقاو يخافوا باش انهم يسرقوا ويمدوا يديهم، خصوصا المسؤولين اللي كتبان لهم بلي الخدمه اللي تولاوها ولا المسؤوليه ديالهم هي فرصه للاغتناء والارتشاء وغير ذلك ومد اليد. اذا كنتمنى من هاد الناس هادو يشجعوا لنا هاد السيد هذا باش انه يعطي المزيد.